وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ حسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة. مساء الخير أستاذ حسن، بداية ما الهدف من وراء إنشاء جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي؟ مساء النور، ارحب فيكم ونشكركم على الاستضافة. بالنسبة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة، هذه الجائزة الرائدة على مستوى الوطن العربي تهدف في الأساس لتسليط الضوء على النماذج المشرفة واللي حققت يعني نجاحات وإنجازات في العمل التطوعي على مستوى وطننا العربي. نعم. الجائزة طبعا تقام للسبع سنوات، هذه السنة السابعة، وهذه العام تتوج هذه الجائزة في بأن هي تنطلق في جامعة الدول العربية بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة الرائي للجائزة، وأيضا بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من السفراء والدبلوماسيين والشخصيات العامة في جمهورية مصر العربية، وعدد من الشخصيات أيضا من جميع أقطار الدول العربية. نعم أستاذ حسن، باعتبارك رئيس اللجنة، هل تطلعنا على أهم الاستعدادات لهذه الاحتفالية؟ يعني أبشركم اليوم الحمد لله يعني أغلب الضيوف وأغلب الوفود وصلت بالسلامة، والأجواء ما شاء الله يعني اليوم يعني تبشر بالخير. بداية الحمد لله رب العالمين أن نلتقي مع الإخوان في جامعة الدول العربية، والاستعدادات على يعني اكمل وجه، ورايح ان شاء الله تبدا غدا الساعه 11 بتوقيت مصر تنطلق هذه الجائزه وتبدا، رايح يتم تكريم الشخصيات العربيه على مستوى رفيع. نعم. ايضا عندنا تكريم ل الافضل جائزه افضل مشروع تطوعي بحريني، معانا اليوم ثلاث فرق تطوعيه بحرينيه وجمعيات نجحت معانا في جائزة سمو الشيخ عيسى بأن هي حققت مراكز متقدمة. أيضا رايحين نكرم المؤسسة الرائدة في العمل الاجتماعي، واللي هذا العام تم اختيار المبرة الخليفية لدورها في نشر العمل الاجتماعي والعمل التطوعي واهتمامها بالشباب البحريني. نعم أستاذ، طيب ما هي أهم المعايير التي يتم أساسها اختيار الشخصيات للحصول على هذه الجائزة؟ احنا نختار شخصيات عامه قدرت في دولنا العربيه في المجتمعات ان هي تاثر بالايجاب، وان هي تسهم في تعزيز العمل التطوعي وتدعم الجمعيات والفرق التطوعيه والمتطوعين والشباب ايضا في انهم يقومون بدورهم في خدمه مجتمعاتهم. نعم. هذه شخصيات عامه قدرت بحكم يعني مكانتهم الاجتماعيه ومناصبهم او حتى تمويلهم لهذه المشاريع ان هي تترك اثر وتساهم في تنمية المجتمعات العربية. طبعا نعم. في عدة معايير يتم الاختيار مرشح بناء على هذه المعايير. هذا العام يعني جامعة الدول العربية ساهمت معانا مساهمة فعالة ان هي خاطبت وزارات التنمية الاجتماعية في الدول العربية على اساس يتم الترشيح هذا العام عن طريق الحكومات العربية. نعم، من القاهرة الأستاذ حسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة، شكرا لك.